الهدف من هذا اللقاء هو قدرة المسير على التعامل مع الظروف المحيطة به، سواء مع العمال أو مع النظافة العامة أو مع استقبال المواد الغذائية وحسن ترتيبها وحسن استقبالها وتخزينها في ظروف جيدة. اليوم سنقدم بعض النصائح في كيفية حفظ الأغذية أو سلامة الغذاء قبل وأثناء وبعد الطهي، وبعض النصائح العامة في النظافة. تلقينا اليوم تكوين بخصوص تسيير المطاعم المدرسية من طرف مستشار التغذية المدرسية والطاقم المرافق له، حيث تلقينا نصائح جد قيمة بخصوص استقبال المواد وكيفية حفظها وإخراجها.